السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من اشطاري مع العطاري. دائما ما كنسمعوا بظاهره العنف ضد النساء، ولكن هذه المره بالمقلوب غادي نسولوا بطريقه المرح وبطريقه جديه، واش كاين العنف ضد الرجال؟ كاين، ولكن بواحد البورسنتاج اللي هو قليل، ماشي بزاف، ما كنسمعوش هادشي بزاف، يعني هي شويه وشي حالات خاصه وصافي. راه هو اللي كاين، كاين شي حاجه اخرى من غير العنف ضد الرجال؟ الا كانت الراجل ما تهلاش وليداتو ما تهلاش فيها ويمشي يضل في لي بار والشراب ويكمل الحشيش يبدا هذاك خصو عليه انا اييه الا كان اييه الا كان هكذاك اييه معاه ايوا منين انت معاه ايوا انت خصو يكون حسن التصرف. والله جا كاين اخويا بالله واش فتنا ماديه وحق الله كاين اللي تضربوا مرش والو والله جا كاين بالله، ولكن الرجال ما عندهمش الحقوق ديالهم، اما هي كاينه شحال من واحد تسلخوا مرجو. كاين اللي كتضرب الراجل معاه، كاين اللي كتلعب عليه العشره، كيكون شي دري راجل ظريف خدام مسكين باغي يعيش يوكل وليداتو، كتلقى مراه عنده بشكال. شنو اللي تنشوفو في الدفل في سوغ لو نت، واش بصح ولا فابغيكي؟ داكشي الله اعلم، كاينين حالات ولكن حالات قليله بارابور العنف ضد المراه. هاد نوبات العنف راه تيكون غير بتصرف بمعامله، راه طريقه حتى هي من التعنيف. لا للعنف ضد الرجال. ايوا خصها تكون حتى لا للعنف ضد المراه. شاش انا الشاب الدرب عندنا السيد وحق الرب الجليل، وتمرماق ديما مسكين وكل عصا وكيفاش بالزنقه، هادشي عندنا في دار السلطان. يعني والسلاح امام العيون الناس وكلشي. كتضرب الغوات ومشوه الراجل. الراجل إذا كان خاضع للمرأة وخاضع عليها رأس المال ديالها وخاضع عليها الأشياء ديالها، يعني الممتلكات ديالها، يعني بحال لا مزوج بها وخدام عندها، بطبيعة الحال غادي يتعنف عليه. شفت واحد السيدة حصلت الراجل ديالها مع واحد السيدة أخرى، جلسوا الدرية ديالو في القهوة، رجعت للور هزات كرسي ويتخشي ليه بدماغه من اللور. واش هذه هي الخدمة؟ هذا هو العمل؟ صافي ويا تبوكسو. واحد السيد كان عاود لي على التعنيف ديالو ضد الزوجه ديالو. لا نفسيا ماشي. تقول لي جيب الدراري للمدرسه، طيب ما يبغيش شي طيب، تشير عليه، ترفقو. سمع شي حوايج بحال هكا ان كيكون شي ظاهره العنف ضد الرجال. صح. سا ديبون على حسب لوكا. الحل هو التفاهم، ماشي هي العصا. كاين القميش العيالات معروف يمكن لا دماغات له، كاين ود الوجه. إذا كان هي عنده الفلوس وهو عنده الفلوس مشى على المعلم. الدرا واش اخويا راه داكشي راه من النهار الاول يموت المش. القضاء والتمنى الطلاق وهذاك لا. اللهم ما تطلقوش، اللهم ما تضربوا، اللهم تضربوا ولا تطلقوا. اللهم تضربوا ولا تطلقوا.